بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في المرة السابقة عن البعث التاريخي والديني لعناية العلماء بالسنة النبوية، واليوم سنتحدث إن شاء الله في المحاضرة اللي هو عن القسم الأول من أقسام السنة النبوية إن شاء الله. ولكن عادة العلماء عندما يدخلوا على أي علم يذكروا طالب العلم بعدة أمور. الأمر الأول هو بسموه فصل في آداب طالب العلم، هذا سنتعرف عليه إن شاء الله. ثم بعد ذلك تعريف الحديث لغة واصطلاحا، ثم تعريف السنة لغة واصطلاحا، ثم سنتحدث عن السنة وأنواعها. فصل في أداب طالب العلم. قال: أول ما يجب على طالب العلم أن يخلص نيته في طلبه بأن يكون قصده لله عز وجل، ولا يتخذ هذا العلم ذريعة إلى أي شيء من الأغراض الدنيوية. حقيقة هذه النقطة دائما أوصي بها طلبة العلم، بالذات لمن يعني بيكونوا داخلين بالذات على مادة علمية بدون علامات. العلامات جاية، بس إنه الواحد جاي يتعلم، قال عليه أن يجدد النية في كل خطوة. ما أنت جاية، الأصل إنه عشان آخذ الثواب ما يضيعش علي الأجر، أن كل ما أدخل القاعة أجدد النية أن هذه المحاضرة إنما أتيت إلها لأجل الله عز وجل، وهي إن شاء الله بتأخذ عليها الثواب، لأنه العادة في الدنيا تتحول إلى إيش؟ إلى عبادة، وما خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله إيش؟ حتى يرجع. فعشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع عن أبي هريرة: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني مش ريحتها. شوف كيف أخطر شيء إنه الإنسان يطلب علم شرعي ويطلب به، لأن الناس مثلا تشوفه يقول عنه عالم، الناس تقول عنه والله فهمان على وزن نعسان، وهكذا. وهذا مشكلة. لا، الأصل إنه يوم القيامة لن يجد ريح الجنة. ممكن الإنسان يعني يطلب في الحياة الآن صعبة، ممكن الواحد يتعلم برضه عشان هو يرتقي في سلم الدنيا، هذا لا يتعارض، طبيعي. لكن الأصل في طلب العلم أن يكون النية خالصة لله عز وجل. عشان كده قال العلماء أن شرط قبول العمل ثلاث أشياء، إيش هما؟ أن يكون العمل في ظل الإسلام. ربنا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن إيش؟ فليقبل منه. النقطة الثانية اللي هو الإخلاص لله عز وجل وطلب هذا العلم لله جل جلاله، له النية الخالصة. قال: ثم الثالثة أن يكون هذا العلم أو الطلب في العمل أن يكون موافقا لما جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. هذا دلالة قالوا إنه بالذات العلم الشرعي. ليش؟ قال: لأنه في ثلاثة بنات بيجوا يوم القيامة: العالم والمنفق والشهيد. ثلاثة هذول. يقول العالم: ماذا عملت بعلمك؟ فيقول: يا رب تعلمته لأجلك ولمرضاتك. فيقول الله عز وجل: كذبت. ليقال عنك عالما، فيقول الملائكة: يا ملائكة اسحبوه، فيجر على وجهه إلى النار والعياذ بالله. الصنف الثاني المنفق، وهذا المنفق هو الذي يأتي يوم القيامة ويقول: يا رب ماذا عملت؟ يقول: يا رب أنفقت في سبيلك، ماذا عملت بمالك؟ فيقول: يا رب أنفقت في سبيلك وأنفقت على الفقراء وعلى طلبة العلم. قال له: كذبت. ليقال عنك جوادا، وقد قيل، قالوا عنك جواد وكريم وخط أجرك في الدنيا. قال: فيأتي للصنف إيش؟ الثالث، الشهيد. قال: يا رب ما هذا؟ ماذا فعلت؟ قال: والله يا رب قاتلت حتى قتلت في سبيلك. حتى قتلت إيش في سبيلك؟ فقل: كذبت. ليقال عنك شجاعا، وقد قيل انه فلان بطل، فلان مناضل، فلان شجاع، كان اقرب واحد للعدو فقتل ولكنه خسر الاخره. ف
فهذه كلها منطبقة أو تحت البند الأول الإخلاص. فلذا أن الإنسان دائما يجدد النية، عشان كده قال العلماء أن الناس يا بنات يوم القيامة بقدر نيتهم في الدرجات في الجنة. يعني ممكن تكون واحدة أو واحد داعية له 20 سنة، 20، وواحد له بس 5 سنين بصلي، يجي يوم القيامة في الميزان والمفاضلة يقول والله فلان أبو 5 سنين له ارتقى أعلى الدرجات في الجنة، وواحد له 20 سنة يقول والله لسه ما وصل وسط الجنة. قال هذا بقدر الإخلاص، عشان كده رب درهم سبق 1000 درهم أو 100,000 درهم في رواية بسبب الإخلاص، إنه هذا الإخلاص لله عز وجل. حلو الواحد ينفق ولو كان مال كتير كويس، إحنا بلاش كل فقراء المسلمين يكونوا إيش، كل الناس فقراء. لو كان أبو بكر فقير لما أعتق بلال، صح؟ فهذا مهم جدا إنه الإنسان، لا المهم إنه يخلص في النية لله عز وجل. الثاني النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع من حديث جابر قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به إيش المجالس، فمن فعل ذلك النار النار. يعني الواحد في ناس يقول لك والله لفري لتعلم لي المسألة وأحفظها وآجي أناطح في العالم الفلاني، عشان لما يغلبوا في المسألة إيش يقول، الله فعلا فلان أعلم من فلان، هذا النار النار. الثاني إنه بدروح يعني يتخير فيها المجالس والناس تشوفه ويقعد يحكي ويشخص على الناس يقول ما شاء الله الشيخ نايس مزبط وبيحكي وعالم يا. والثالث إنه في واحد سفيه بقعد إيش يعمل فيه، يجادله ويناطحه بحيث إنه يبين حاله إنه أفهم منه، هذا مصيبة. لأنه السفيه يا بنات مهما جاريته أي واحد جار السفيه، السفيه لا يلام. مين اللي يلام؟ دام العلم من الفهمان، بيقولوا الحق على فلان هو الفهمان، ليش ما دار هذا السفيه؟ فلذا العلم لا يطلب إلا ليش؟ لأجل الله عز وجل. وقال أيضا يجب عليه أن يجتهد وفي التحلي بالأخلاق الزكية والآداب المرضية أثناء الطلب وبعده. روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا قال ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق. وهذا مهم جدا، يمكن إحنا في الواقع اللي نعيشه في كثير من الناس فقدت أخلاقها في التعامل. يعني أنا هذا الكلام وجدته يا بنات أكثر شيء في بلاد الشام، الحقيقة في سوريا، من خريج من جامعة دمشق، فلوجدت إنه في ناس يعني لما ندخل المسجد بتلاقيه قاعد هيك الشيخ بيخلص الدرس بتلاقي كل طلابه 150-200 بصفوا سطر واحد وبوس إيده، ببوس إيده احتراما وتقديرا لهذا الشيخ. احنا بدناش نبوس إيدين العلماء، لا، بس أقل ما فيها أن يكون في أخلاق في التعامل مع الناس، التعامل حتى مع العلماء والتأدب معهم، هذا مهم جدا. قال عن عبد الله بن عمر مرفوعا خياركم أحاسنكم أخلاقا. وقال أبو عاصم النبيل من طلب هذا العلم اللي هو الحديث يعني فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس، بالذات علم الحديث اللي بطلبه. ليش؟ قال لأنه يكون أو يتحدث أو بسموه عندنا اليوم المتحدث الرسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي بيتحدث باسم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون خير الناس، وإلا تفقد معاني النبوة منه اللي هي إيش؟ ما هو قالوا الذي يتحدث باسم النبي أو يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول حديث النبي كأنه ينطق عن النبي. ومن هنا صلى الله عليه وسلم صلاته على الحبيب، من هنا يجب على الإنسان أن يكون أعلى الناس في كل شيء، في أخلاقه، في معاملاته مع الناس، في كل شيء. وهذا مهم جدا لأنه طلب أعلى الأمور وأعلى العلم، عشان كده قالوا أن من طلب الحديث طلب العلوم كلها، أو أخذ العلوم كلها، أو في رواية حاز الفنون كلها، أخذ الفقه، أخذ العقيدة، أخذ التفسير. لذا عندنا نشوف قال العلماء أن حاجة القرآن للسنة أكثر من حاجة السنة للقرآن، لأنها بتفسر بتوضح. إن شاء الله هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله من خلال المنهج. قال الثالث ويجب عليه أن يعمل بما سمعه من الأحاديث. كثير حكينا، صح ولا لا؟ كثير واحد بيحكي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال ممكن تجربيه في أي لحظة في معاملة بينه وبين الناس ممكن يسقط. تعامله مع أهله ولا يمكن يكون واحد يمثل الإسلام. في كثير من الناس لحيته طويلة وعمامته 3 كيلو وتمام والوضع تمام، لكن اسأل في بيته مع أبيه 0، مع زوجته تحت 0، مع أولاده
مهمل. إذن في أمور عملية في جامعته لا يستطيع يتعامل مع الناس لا بأسلوب راقي ولا بحضاري ولا بأي أخلاق من أخلاق النبوة. إذن اللي بده يكون متصدر للنبي صلى الله عليه وسلم أو لحديث النبي يجب أن يعمل بما علم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيش؟ عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل أو فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما إيش أبلاه. هذا مهم جدا. قال رابعا بعدها يجب أن يوقر شيخ ويحترمه احتراما ويكرمه إكراما. لحديث أنس بن مالك ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. مهم. العلماء بيقولوا قاعدة كبيرة هيك واضحة، العلم رحم بين أهله. علم إيش؟ رحم. بده يكون فيه احترام. الكبير برضو يعطف على الصغير، يعني ما تخلي برضو أنت الصغير يتجرع على الكبير لأنك أنت لم تقدر، وهذا خطيرها. الاحترام يجب أن يكون متبادل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعرف ليش حكى الكلام هذا، لأنه ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الرحمة مهمة. ولم يوقر كبيرا. بتعرفوا أنه أول حديث أخذته من المشايخ ولحتى الآن ممنوعها، أنه يعطى أي حديث إجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أول حديث يعطى هو حديث من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا أول حديث يعطى. قال هذا بسموه المسلسل بالأولية. إيش يعني مسلسل بالأولية؟ يعني أول حديث يسمعه طالب العلم من شيخه، ثم يسمعه الذي بعده وبعده، يكون أول حديث. فتسلسل من أول السند إلى آخره، إنه كل واحد منهم سمع أول حديث. هذا هو الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا. قال ليش؟ قال حتى يتراحم أهل العلم فيما بينهم. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء درجوا، عشان بينك إنه العلم رحمة وليست مناطحة ولا مناكفة ولا أنني أنا العالم وأنت ليش الذليل. لا، العلم رحم وبده تواضع. خامسا يجب عليه ألا يبخل بما يسمع ويفهم على إخوانه من الطلبة الذين هم دونه في الفهم والذكاء، فإن ذلك من اللؤم الذي يقع فيه كثير من الطلبة. قال الإمام مالك رحمه الله من بركة العلم إفادة إيش بعضه بعضا. يعني في كثير ناس بقول إنه بيأخذ معلومة، مثلا هذا يمكن أنتوا في الجامعة بيختلفوا شوية، كيف المدارس الطالب الشاطر يكتب من الأستاذ أشياء ويخبيها ما رجع يعطيها للطلاب، صح؟ وممكن يكون في الجامعة كمان ممكن. هذا قال مصيبة، إنه من أدب طالب العلم أن لا يبخل على أحد وأن يفيد بعضهم إيه بعضا. عشان كده قال بعض الطلبة فاتوا كتابة حديث في مجلس كان شيخه اللي هو إسحاق بن رهاوية. هذا مين إسحاق بن رهاوية يا بنات؟ هذا شيخ البخاري، له ثلاث يعني يلفظ إسحاق بن رهاوي بثلاث صيغ. الأولى أو اللي هي خلينا نقول المشهورة عند أهل اللغة وعند أهل الحديث، اسمه إسحاق بن راهوية. أهل المحدثين نفطويه بنقولها اللغة، صح؟ نفطوية عند أهل الحديث، سيبويا بويا بويا كله بويا. أي واحد نفطويه سيبويه رهويه كلهم عند أهل الحديث يلفظوا القراءة الصحيحة. وهذا كده خدوش إحنا إلا بالتلقي على المشايخ، بينفعش تخديك من الكتب مش هتفهم كيف تلفظيها. فلما التقينا مع علماء ومشايخ كبار برا قالوا نقول عنه رهويه رهويا، نفطويه نفطويا، سيبويه سيبويا. هذا عند أهل الحديث، لكن في اللغة العربية سيبويه نفطويه وهكذا. لكن إحنا بنقول الآن حتى عند أهل الحديث بيقولوا رهويه باللغة المشهورة عند أهل اللغة، لكن حقيقة لما ترفضيها نقول راهوية. هذه اللي الصيغة المية. فقال له للشيخ إنهم لا يمكنونني، يعني مش هدني أعطوني اللي فات مني. فقال لهم الشيخ إسحاق قال إذن والله لا يفلحون، لأنه الحديث لا يخبأ، يعطى وينشر. من بركة الحديث إنه يتذاكر. إن العلماء قالوا تذاكروا الحديث فإن الحديث يهجج الحديث. يعني كل واحد بيصير عنده إيش معلومة، هذا بيجي معلومة في اللغة، هذا في الأدب، هذا في حديث النبي، هذا بيجي بحديث ثاني يسند الحديث الأول وهكذا. هذا بركة علم النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لابد من نشره بين الناس وإفادته حتى تحصل الفائدة. قال من أدب طالب العلم
ينبغي ألا يمنعه الحياء أو الكبر، ولا يأنف من أن يكتب عمن هو دونه ما يستفيد منه. يعني اليوم تلاقي في واحد عمره 50 سنة، كويس، علمه ممتاز، راح لقى واحد عمره 30 سنة علمه أفضل شوية، راح قال أنا، قالوا لي يا فلان، فلان عنده جزء من علم الحديث أعلم منك فيه، لو لم يذهب إلى هذا الذي هو أدنى في العمر وذهب مع أنه أعلم في هذا العلم، قال هذا كبر. عشان كده العلماء قال لا يصبح العالم عالما، لا يصبح إلا بثلاث أشياء، إيش هم بنات؟ قال حتى يأخذ عمن هو فوقه، وعمن هو دونه، وعمن هو مثله. يعني يوم أنا اليوم بعرف أنه فلانة بارعة في أصول الفقه، ولو أنا بعرف أنه فلانة ممكن أن أستفيد منها بذهب لها، مش مشكلة، بأخذ منها لازم، لأنه العلم لا يصبح عالم حتى بدي أخذ من الأعلى منه واللي زيه واللي أدنى، فيش مشكلة، هذا تواضع العلم، هيك العلم بده. لكن أقول له إيش بفهمها فلانة، كله فهمان عنده صلاة النبي إيه؟ الفهم 100%، والباقي كله مش فهمان. لا، أصل أنه إحنا كنا نتواضع للعلم، نأخذ عمن هو دونه. وش يعني؟ أنا كثير المشايخ أصغر مني، فيش مشكلة، العلم يؤخذ ورحم بين أهله، هذا برب التواضع، أنه الإنسان يكسر الكبر عنده يجلس. كانوا ما يجلسون على كراسي، على الركب، على الأرض. العلم قالوا يؤتى بحاجتين، بسهر الليالي والجلوس على الركب، تجلس تتواضع له حتى تحس ببركة العلم بأخذه، وهذا ضيق حلاوته. تمام. قال الحرص آخر واحدة أو سابعا، الحرص على المذاكرة والضبط وحفظ ما تعلمه في صدره أو إيش في كتابه. عند العلماء الحديث بيقول في حاجتين للضبط، ضبط سطر وضبط إيش صدر. السطر لما أنا بأخذ عنك وبكتب، والصدر إنه أنا عندي ذاكرة قوية وبحفظ. التنتين بده يكونوا عند طالب العلم مضبوطين، ما فيش يوم أي إيش أي خلل. إيش يعني؟ قال بمعنى إنه من أول ما أسمع الحديث من الشيخ لعند ما أعطيك إياه لازم أنا أكون ضابط لإيش الكلام. الآن الحمد لله اللي هو الصدر، المخ والعقل ضع، مش كل الناس عندها ذاكرة قوية، في ناس ما شاء الله، لكن في ناس الآن أصبحوا عندما يجلسوا عند الشيخ يجيبوا الكتاب هكذا وبتلاقيه ماسك القلم وإيش وبيكتب بخرب الشان وبخرب الشان. عشان كده العلماء بيقولوا الكتاب لابد أن يمتلئ حواشيه بالزيادات، يعني لازم هان وهان وهان وعمل خط هيك وخربش، ولما نخلي الكتاب عبارة عن مخطوط حتى تأخذ الفوائد. هاي الفوائد، ومن أحيانا بتلاقي الفوائد عند العلماء القدامى في المخطوطات في الحواشي حوالين الكتاب من الجنب هيك، بتلاقي كلها كلام. هذه الفوائد بتلاقي عند العلماء من كثر ما هو إيش بيعمل، بيسمع من الشيخ ثم يضبط ويكتب، وهذه بركة العلم. عشان كده الإمام الشافعي قال العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق ضائعة. الكتابة مهمة، بتثبت المعلومات عند الإنسان، بتقوي عطاؤه كمان. يعني ممكن الإنسان يعطي في الذاكرة 50، في الكتابة بيعطي 80. كثير من العلماء يقولوا طب هاتوا كتاب الشيخ، فلما يمسكوا كتاب الشيخ يلاقوه فعلا أضبط من إيش مما حكاه من إيش من صدره من عقله، وهذا مهمة جدا. هذه تقريبا المقدمة في الحديث. اليوم هاخذ إن شاء الله كمان القسم الأول، تعريف الحديث في اللغة والاصطلاح، وحناخد السنة في الاصطلاح واللغة إن شاء الله برضو، ونتعرف عليها. التعريفات هذه أولية مهمة جدا، متحدث عليها إن شاء الله في قضية الامتحان، ما تخافوا الامتحان هو أهم شيء عند الطلاب دائما. أول إشي تعريف الحديث في اللغة والاصطلاح. في اللغة قالوا هي صفة مشبهة مشتقة من إيش من الحسن، بمعنى إيش الجمال، وتجمع على أحاديث جمع تكسير، لكن هذا في أصل الامتحان لا تخافوا مش مطلوبين فيه. المعاني اللي بدنا إياها نحفظها، قالوا أول معنى للحديث في اللغة هو الجديد ضد القديم. الآن لما نقوله إحنا في عصر الحداثة، عصر إيش تجديد والتقدم والتطور، من هنا أخذت الجديد ضد القديم. كان عندك سيارة
مرسيدس 2012، اليوم جبت سيارة جديدة 2014. ايش صار فيه؟ تجديد، حديث، القديم راح. عشان كده قالوا الحديث هو ايش؟ ضد القديم، ومن سمي هنا الجديد ضد ايش؟ القديم. حدث حدوثا وحداثة، وحدث عكس قدم. قالوا المعنى الثاني، كل كلام يصدر عن أي إنسان متكلم ثم ينقل عنه بواسطة الصوت ممن سمعه، أو بواسطة الكتابة، أو يطلق على الكثير الكلام وقليله. يعني في كتير الآن، إجا دخل واحد قال إنه الآن في خبر عاجل، قالوا زادوا في رواتب الموظفين الحكوميين، حكى ثلاث قديش كلمات. إجت أخت من الصحافة والإعلام، في حد في الصحافة والإعلام؟ ممتاز، فتحت الباب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأعطت نشرة. تمام، شاطرين الصحافة وبزوقوها وبزبطوها. فالآن هذه تكلمت وهذه تكلمت، هذه تكلمت ثلاث كلمات، وهذه تكلمت إيش؟ مجرد كل كلام، سواء كان قليل أو كثير. طب الآن دخل علينا واحد أبكم، فيش عنده ولا إشي، إيش عمل فيها؟ عملنا بالإشارات. هذه تكتب حتى في الطلاق، لو واحد بده طلق مرته وارتاح وراح كتب الورقة كتابة، ايش عمل؟ طلقت، طلقت كتابة. ولو واحد بيقدرش ينطق وما بعرفش الا يكتب كتابة، ايضا هي واسطة جديدة للمتكلم. هي بقولك سواء كان بواسطة الصوت او بغير اي واسطة تدل على انه تكلم، فهي ايضا ايش؟ كلام صدر عن مين؟ عن يعتبر حديث، يعتبر ايش؟ حديث. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث يطلق على الخبر، وهذا لأهل الصحابة بيجي يقول بحرروا الخبر، وبضبطوه في الجريدة، وبضبطوه بنقحوا له غويا، وبضبطوا الخبر ومن اي مصدر، وبتأكدوا منه، وهكذا اي خبر. برضو هذا الخبر لو كان قليل ثلاث اسطر او كان صفحة فهو خبر، وهذا من معنى اللغوي، ويطلق على القليل وعلى الكثير. وعلى هذا من معنى اللغة الثلاثة، إنه القول الذي تكلم به أو تكلم به ونقل إلى الناس بأي طريقة. وهذا الحديث اللي تبع النبي كان بالنسبة للمشركين آنذاك إيش ماله يا بنات؟ جديد، أول مرة بسمعه. محمد الذي بيننا يقول أنا رسول هذه الأمة، هذا إيش؟ إيش جديد؟ صعب عليهم لسه، فيعتبر جديد بالنسبة للمشركين آنذاك من حيث معناه ومدلوله وما يدعو إليه، وكذلك هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار سواء كانت قليلة أو كثيرة. هذا باللغة. البداية ثلاثة، هو الجديد ضد القديم، والخبر، وش الثالث؟ كل كلام نقل بس عن الإنسان المتكلم. هم الثلاثة هذول المهمين. الأهم هو هذا، الاصطلاح دائما هو المهم. قال هو معايا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ واحدة تحكينا يا شوف. أيوة، وما أضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، خلقية أو خلقية، أيوة، خلقية أو خلقية، أو سيرة قبل البعث أو بعد. تمام، إذا ما هو أضيف مش عن النبي إلى النبي، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كانت قبل البعثة أو إيه أو بعدها. نيجي واحدة واحدة وبالراحة وشغل نضيف. ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول، إيش القول؟ هاتوا دليل أشوف. زي إيش قول؟ أي قول؟ أيوة، إنما الأعمال بالنيات. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حكى بإيش؟ من غش أمتي فليس مني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. أي حديث تلفظ به النبي بلسانه هذا يعتبر ايش؟ قول، ويعتبر حديث. تمام، او فعل، ايش فعل؟ تمام، صلوا كما رأيتموني اصلي، مناسك الحج، الجهاد، بناء المسجد، اي شيء من هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ايش؟ يعتبر فعل. او تقرير، زي يعني شخص صلى كمان ركعتين، فقال لي يعني هذا الصحابة حكوا لي إنه هيك الصلاة يعني،
فحكى له اني انا ما صليتش ركعتين سجدة فصليت مع حين فالرسول يعني يعني تمام. في شيء ثاني؟ صلاة العصر. هات شوف. لا يصلي أن أحدكم العصر. تمام. إيش؟ تمام ممتاز. الأول إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة الأحزاب لا يصلي أن أحدكم العصر إلا وين؟ لأنه هم نقضوا العهد صح؟ ففي ناس خافت انها تفوت صلاة العصر فصلت في اشرافها اول ما صلت. وفي ناس اجتهدت قالت لا النبي قال الا في بني قريظة فراحت عنها صلاة العصر فصلت بعد ايش؟ بعد المغرب فراحت. فالنبي اقر هذا وقال ايش؟ اقر الاثنين بعد ما وصلت. فاقرار سكوت مش بقول السكوت علامة ايش؟ قلت لو يجي واحد يخطب واحدة تكون ايش؟ خجلت وسكتت. بقول يا عم موافقة. هاي طيب. سكوت علامة الرضا وهذه مهمة جدا. الإقرار هو سكوت أو استحسان فعل إنه بيثنى عليه هذا مهم. خالد بن الوليد إجا جاب بتعرف الضب؟ الضب تعرفه؟ الضب هذا بنات زي العنة اليوم في غزة بيقول حد إنه حردون شفتوه بس على أكبر. هذا في السعودية مشهور بشتى في المناطق الحارة له جحور مخصوصة فبيصدوه. فجاب خالد بن الوليد حطه في الشوكة الخشب مبسوط فيه ومشوي وجاء للنبي بيجري قال له يا رسول الله هذه هديتي لك. ياكله؟ لا مش يا استاذ هو هيك اسمع. فالان جابه قال لخالد اني لاعافه ولا اجده في ارض قومي يعني مش موجود عندنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد مسك الضب واكله. النبي بينظر لمين؟ لخالد. فالنبي قال سكوت النبي على أكل خالد الضب هو إقرار هو أنه حلال ليس حرام. تمام. فإذا السكوت إقرار تمام أو الاستحسان لفعل. عندنا حنجيل هذا في التفصيل إن شاء الله بالتفصيل في الأمام. قال أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. إيش الفرق بين الخلقية والخلقية؟ أيوة الخلق اللي هي الخلقية اللي شكله لونه الان هشرح لكم اياها كيف شكله وكيف لونه. او انه كمان الخلقيه اللي هي الايش بتتعلق بايه بالاخلاق. بتعرف مواصفات النبي كيف؟ بتعرفوها؟ انا هشرح لكم اياها عشان لما تشوف النبي بتسلمون عليه وتقولوا له بسلم عليك الدكتور رأفت وبنعطوك اياها على حقيقتها ان شاء الله. صلوا على الحبيب. النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنبدأ لكم فيه بتعريفه شكله خلقيه من راسه لاجره. وغير هيك ما في لانه بيجي بنات استاذ استاذ تفضل شفت النبي اعطيني ابليس مواصفاته يقول لك واحد انا قلت له والله يا بلا استاذ شاف ابليس مش النبي. فلا النبي له مواصفات. اول قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير يعني لا طويل كثير لكن هو ماخذ للطول شويه. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. صبط اللي هو ايش نجي بالترتيب. ليس بالجعد القضط ولا بالسهل لو شعره يعني وسط. كان شعره إلى أنصاف أذنيه وبعدين أمرار خليه إلى إيش إلى أكتافه إلى اللي هو اللي هنا فيزدله يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يخليه يزدله عدل ثم فرقه خالف فيها اليهود والنصارى. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نجي للحية كان كث اللحية حف الشارب خلافنا زي اليوم الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم نجي للوجه كان مدور الوجه. بتقول أم سلمة كنا ننظر إلى القمر وإلى وجه رسول الله فوالله لوجه رسول الله أجمل من القمر. كان يسلم النور في وجهه طبعا كان سهل الخدين. وكان فيه نعومة وبياض ونور. كان واسع العينين أدعج العينين أشكل العينين. شو أدعج وأشكل خليت مخنا يطير يا أستاذ. قال أشكل العينين إنه العين من الداخل فيها بياض مع عروق حمراء وهذا ما تحبه العرب. أدعج العينين إنه في سواد في داخل العين في نصها. هذا اللي هو إيش هذه أفضل عيون عند العرب. قال واسع العينين أهدب الأشفار رموش وإيش مالهم طوال مش حاطط ماسكر بضحك على الشباب لا. كان أهدب الأشفار كان أزج الجبين يعني جبينه هذا كله هيك السهم ولكنه أزج مقصود فيه متصل ولكنه
لا يبان أنه متصل إلا إذا إجى عليه غبار في السفر. نعرف أنه النبي إيش ماله؟ أنه هدول مشبوكين ببعض يعني. نعرفش إلا إذا إيش؟ جاء عليه غبار. بنعرفه. قال ثم ننزل لوين؟ عنقه. كان لا يستع الأنف. انتبه معايا يا أستاذ. قال كان طويل الأنف دقيق الأنف. مش طويل طويل بمعنى طويلة. كان هيك نازل إلى دقة في الأخير. يعني فيش هنا إيش؟ خمل. هنا في رفع. دقيق الأرنبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضريع الفم تمه إيش عريض مفلج الأسنان يعني فيه إيش مفتحات. حتى قال أن كانت رائحة النبي طوال حياته كالمسك يعني كان ما فيها أي كراهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طويل العنق مشرئب دائما إيه هيك ينظر إلى الأعالي. عريض الصدر كان واسع كان بلعب حديدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين ضخم القدمين لكن خده أنس بقول ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله. سبحان الله صلى الله عليه محمد. كان ضخم الكراديس مفاصله كردوس بسموه هذا كردوس هذا بسموه كراديس ما بتعرفوش هذا الشيء. هذا بسموه ضخم الكراديس كردوس بسموه كل عقدة بسموه كردوسة دباكوا على كرديسكو. كان ضخم الكراديس. ايش كمان؟ كان قليل عقب اللحم ملوش لحم كتير من وراه. كان بطنه وصدره سواء. كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره من اعلى صدره الى سرته خطا واحدا يعني هيك. كيف عرفوا؟ بقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر تذكروا لما سواد كان النبي بينظف في الصفوف في بدر وقال له ادخل الصف يا سواد ضربه بالايش بالسواد. قال يا رسول الله اوجعتني. قال له اقتص يا سواد. قال والله يا رسول الله لا حتى تكشف عن بطنك واضربك عليه. فكشف النبي عن بطنه فهجم سواد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم والتصق به ثم قال له يا سواد ما الذي فعلك تفعل ذلك ما الذي جعلك تفعل ذلك. قال والله يا رسول الله احببت ان يكون اخر يوما في حياتي ان يلتصق جسدي بجسدك شدت. فقالوا أن النبي له حز واحد هكذا شعره. وهذا في الرواية الصحيحة التي وردت. طبعا كان بياض الإبطين كما في الروايات اللي هي في كل الروايات لأنه كان صلى الله عليه وسلم يبان بياض إبطيه إذا سجد. وهذا أيضا من المواصفات. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم خلصنا ضخم القدمين. كانت إجره اللي هي ممسوحة إيش بيقول عنها في الإنجليزي لافلوت. أيوة هي هذا النبي كان هكذا لم يكن له حفرة كباقي الأرجل ولكنه كان إذا مشى كأنما ينصب إيش كأنما إيه ينصب متلي كله كان عرقه كاللؤلؤ كالجمان ببرق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة على جمال وحسن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلقية كان خلقه القرآن كان كأنما قرآنا يمشي على الأرض. وأي سيرة قبل البعثة أو بعدها أي شيء قبل البعثة بتعلق ببناء الكعبة بعد البعثة بتعلق بإيش بجهاد وبصرايا بغزوات كل شيء هذه بمعنى الحديث في اللغة والاصطلاح. هيك إن شاء الله نكون نهينا المحاضرة. إن شاء الله المرة القادمة نكمل بمعنى السنة والسنة لا تختلف كثيرا عن معنى الحديث ولكن سنمر عليها باللغة والاصطلاح. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.